السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. سؤال آخر كيسول السائل، هي تقول الإنسان كيبلع الريق ديالو، كيبلع الريق ديالو في أثناء الصيام. هنا الريق ديالك هو منك وإليك، لا حرج فيه. إذا كان لمشقة أو تعذرت أن تتحرز منه فلا شيء عليك. إنسان كيحرص على أنه ما يستنشق الريق ديالو، خصوصا كيوقع هذا في الوضوء. إنسان كيبغي يتوضا كيستنشق أو كيستنتر أو كيتمضمض، كيشعر بأن شيء من الماء يتسرب إليه. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لك بالغ في الوضوء في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائمة. فاحنا في الأيام العادية ينبغي أن نبالغ في الوضوء بالاستنشاق والاستنتار والمضمضة، المبالغة لتمام النظافة. أما إذا كنا صائمين لا ينبغي أن نبالغ، كنديروا غير واحد الطريقة بسيطة ولا بقات شي أثار كنحاول نتخلص منها. أما بقات واحد الرطوبة ديال الريق ديالك فلا شيء عليك، هذاك لا يفطر، لا حرج، لأن التعذر التحرز منه. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.